الله، اسم الله المنان من أسماء الله العظيمة، ومعنى اسم الله المنان أي كثير العطاء الذي يجود بالنوال قبل السؤال سبحانه وتعالى. الله جل في علاه عظيم المنن، جل في علاه هو الذي امتن علينا بالحياة، وهو الذي امتن علينا بالعقل، وهو الذي امتن علينا بالنطق، وهو الذي سبحانه وتعالى امتن علينا وصورنا فأحسن صورنا جل في علاه. الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم المنن التي امتن الله عز وجل بها علينا بعثته صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.